كتاب حول الحسين. تراجيديا كربلاء للدكتور إبراهيم الحيدري. ورد في كتاب تراجيديا كربلاء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي للدكتور إبراهيم الحيدري أن العزاء الحسيني يشكل صياغة أخرى لفكرة الأمل المنقذ من العجز والنكوص والحزن التاريخي المستديم الذي يرتبط بتراجيديا كربلاء. وفي الوقت ذاته يعرض لنا هذا العزاء إمكانية انتظار مخلص من الظلم والجور يشهر الثورة على الظلم والفساد مثلما فعل الحسين عليه السلام في كربلاء. ويوضح الحيدري في كتابه أن الطقوس التي ترتبط بوسائل التعذيب الجسدي كانت أداة عند البعض للنيل من أهمية الاحتفالات بعاشوراء وكذلك من الشيعة والتشيع معا، وأنها شكلت قطيعة لا مبرر لها بين الومضات الثورية للفكر الشيعي وتراجيديا كربلاء وبين تطبيقاتها العملية في الواقع الاجتماعي، الأمر الذي دفع بعض علماء الدين المتنورين إلى تحريمها. ويعتبر الحيدري في كتابه تراجيديا كربلاء أن العزاء الحسيني في العراق تحول إلى مثل وقيم ورموز للتعبير عن الذات والحفاظ عليها وحمايتها من التراخي والضياع أمام ضربات موجعة عبر التاريخ.